الحمد لله رب العالمين، طبعا بشكرك طبعا على المباركة، والحمد لله رب العالمين على المكسب. مكسب مهم النهاردة، يعني اللي بيكسب فينا بيتصدر. فبتلعب الاتحاد في اسكندرية مباراة كبيرة، فريق كبير طبعا مع جهاز فني على أعلى مستوى. فالحمد لله يعني اللعيبة النهاردة أدت نسبة كبيرة من التعليمات اللي اتقالت لها، والحمد لله المكسب مهم. أهم التعليمات إن أنت لازم تبقى هادي من جواك، تلعب أجريسيف، تلعب طف، تلعب جامد يعني، بس المهم ان انت تكون هادي من جواك ومركز في الكلام اللي احنا قايلينه، سواء في الديفنس او في الاوفنس. فالحمد لله اللعيبه يعني نفذت. ممكن الشوط الاولاني او الكارت الاولاني ما كناش كويسين قوي دفاعيا يعني اكتر، بس الحمد لله تداركنا الموضوع ده في الكوارتر الثاني والثالث والرابع الحمد لله. يمكن احنا يعني ممكن نكون فوزنا على نادي الاتحاد في كذا بطوله، او السنين اللي فاتت دي في بطولات او في ملاعب كتير، بس بقى لنا فتره ما كسبناش اتحاد في ملعب الاتحاد، فده كان فوز يعني ليه مذاق خاص، يعني ان انت تكسب الاتحاد زي ما اكيد هو بيحب يكسب الاهلي في الاهلي او الزمالك في الزمالك، وانا بحب اكسب الزمالك زي يعني ماتشات يعني انت عارف ديربيات وكلاسيكو زي ما بيقولوا. ففوز مهم الحمد لله، فزنا على الزمالك في ملعبه وسبورتينج والاتحاد، ودول تقريبا اكتر منافسين على البطوله السنه دي الحمد لله. فيا رب بقى تكمل على خير ان شاء الله. ومش معنى ان احنا فزنا هنا ان احنا المكسب مضمون على الزمالك والاتحاد وسبورتينج في ملعبنا. ممكن تلاقي الثلاث نتائج دول اتعكسوا لو ما اشتغلناش ودينا الجيم اهميته، لان هو فعلا احنا مش بنديله اهميته عشان هو عشان نبقى احنا بس مركزين، عشان هم فرق كبيره وفرق محترمه وفرق عندها يعني سكواد عالي جدا، فلازم تدي الجيم احترامه، بحيث ان شاء الله يعني عندنا هدف ان احنا نفنش في الريجولر سيزون ده، وان شاء الله اول ان شاء الله قبل البلاي اوفز.